فايقين وفرشكين، صباح الخير، صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، نتمنى لكم كل الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ان شاء الله الصبحيه نتاعكم تكون بديت بالقدا. خليني نصبح كيف ما العاده على ليكيب. بون حاتم مازال قاعد حطولك معليق سمحنا حاتم، خلينا نصبحوا على مراد. مراد صباح النور. صباح الفل، صباح الفل، مرحبا بكم اللي تفرجوا فينا الكل. محليه حاسيلو شهر ديسمبر، البرد نقص كان شويه، ثلج معناها تقول ما تخلناش في الربيع لينا شهر، رياح أمطار سحب، إن شاء الله هذا يفيد الفلاحة. أما تقعد الأمطار الأخيرة قبل أي بوع هذا سمعتها ديجا لها جمعتين ثلاثة، الأمطار الأخيرة يا أخي هاي طولتكم شوية، يبدو أنه تتشكوا من الأمطار عصبية غريبة. أنا كوميسيتش أنت اللي تاكل فيه كل المستورد، أما نحن الأمطار خرجف والقنارية تفيدنا وصف النار. صحيح صحيح، اسمع يبدأ هكا، أعرف اللي حاتم راهو في فورما على الأخر، أعرف اللي حاتم في فورما. اليوم الحلقة الثانية من المنتقم مسلسل الدرامي. مراد بخلاف الطقس تاعهم، بعد نتحلوا شويه في الحديث في اللي كان الحدث كومام البارح، وهو الحوار التلفزي نتاع الدور الثاني نتاع الانتخابات الرئاسيه. انتخابات فرنسا شو مدخلنا؟ كيفاش؟ حدث اللي كان كل حاجه، شكون باش تنتخب؟ كل حاجه انتخابات فرنسا حاجه ماهيش مهمه بالنسبه حاتم، اما حاجه مهمه بالنسبه جون بول. دونك جون بول الزغيدي، شكون باش تنتخب؟ فما على الاقل زوز هنا على البلاتو اللي عندهم بطاقه انتخاب. دونك انت شو باش تنتخب؟ إذا لي واضح معناها ما نجمش نتخب الوحدة عنصرية، معناها تبقى عنصرية مهما حاول. أنت ضد المرأة، أنت ضد المرأة، علاش مش لا أول مرة مرأة فينا؟ لا مش مرأة هذيك، فما ساخر منها كيكا برشا. وصار أمامو في الديبال اللي عاودوا رجعوا على موضوع بوليفيا اللي غلطت فيه لوبين، تو نرجعوا له. ونجيب شكون باش تنتخب أنت في انتخابات فرنسا؟ قيس سعيد. انا مرشح ما طلعش للدور الثاني اللي هو زيمور ميلونشون. قرب على البار، هو كل عام هيك، كل مره على البار. حتوم صباح النور. صباح النور، لبس لبس في فورما بارامو، ديما في فورما، ديما في فورما. بعد ساعات هكا تقصلي لهويه في، اما بعد ساعات تجي في التو حسنيك جاي شيخ اليوم. جاي شيخ اما سلمى هليل نرفزتني الصباح، ديما يحطوا لي حد ينرفزني الصباح، حتى الكاسك تاع في انترفيو. سلمى جديده على الجرايد، تبدلت بعد العرس ريت، علاش ما يلزموش العباد يعرفوا؟ نحت البافيت مسلسل ديما بالبافيت، نحت البافيت بعد العرس. والله هذه الحاجه اللي لاحظتها قبل العرس كان ديما بالبافيت، بعد العرس نحت البافيت باش تدخل. هذه الحاجه اللي لاحظتها. اجي سلمى تفضل، هاي تعمل مسلسل تدخل 7:30 ما دخل البلاتو تاعك تفضل. بون دخلت نجري، فماش اليرت لاباس الحمد لله. سمعت اسمي جيت حبيت نفهم واذا فما على الجريده، شبيه الجريده، قلت له سخسختني سير مع الجريده الصباح، عندي حق ولا للامانه. حاتم قال سلمى تبدلت بعد العرس ولي تسخسخ فيا. لا بالعكس، انا قلت الحاجه اللي لاحظتها سيكو قبل العرس كنت ديما بالبافيت، اي بعد العرس نحات البافيت. هذه الحاجه اللي لاحظتها خاطر شهر كونجي الكورونا نقصت فيه برشا، دونك هاني نحيت البافيت. ما توش نرجع نلبس البافيت. على ذكر الجريدة، أنا طلبت من حاتم باش يقرأ الجريدة، يطلع على أخبار اليوم ويخليها بجنبي خاطر باش نستحق لها. هذا ولا تسخسيخ ولا حد شيء، بالعكس وانا مسلس نزلك الجرائد فش كنت تقصد امورنا دي تنفطها من بعض. هي سخص خدني انا، ما تقصد في حد يخر حد يدو على خد. 7:30 للأخبار. بعدين ألفة صباح الخير ألفة، صباح مريقلة معاك حاتم. عندها أنفوترافيك ولا زي عندها مشكلة؟ جاي تعمل توضيح نوضح على المشكلة. خاطر هي سلمى عندها مشكلة مع حد آخر، يهزلها جرايد وما يرجعهم ليش هذاك، علاش واضح مش حاتم كيفاش يعمل لك الطلياني خبي
خبي اللي بالحق ملا سكسي خذيه في عامين من زمان، ولا من أكثر العبيد اللي تبعوا فيهم على الانستغرام، ولا من أكثر العبيد اللي شعيت له سامي في مسلسل في التوب في في التوب ساك. مش فهمك شنو تقصد، باش نعمل روحي ما سمعتش انستغرام دوك. اي واضح دوك كاستينغرام من أكثر العبيد اللي يخصم الانستغرام. شفتك تعنق في برتقيس البارح، ذيك وقت البارح بعد وفي تورناج، بعد ما صفقوا عليا وفي تورناج صفقوا عليك انت برك، انت برك على اي واحد يوفى تورناج يصفقوا عليا. اه انت نقول له ميرسي، جبت خبز جاتو نعرفها بني خبز جاتو مش انا نورمالمون نجيبها، هما يجيبوها ريتك عاوز بالجاتو. شبيك عمرك ما دخلت انا بخبز جاتو والله سي با فري، دخلت برشا مرات لاني بالجاتو ودخلت ما حضرتش بالستايل جيب كواسون. بلا خليني بيني كي نبدا حاضر مراش تو رمضان مش بين نحكيو على الماكل. انا ديما انا ديما سقسي انت وقتاش ماكش لهنا باش نعرف واش نجيب. هذيك هي الحكايه باش يفضل العبيط. يلا اهم الفيديو نتاع اخر نهار تورناج. او دكاغ بلي نحب جست نوضح هذا حاجه مادام تعديت الفيديو هذايا. برشا عباد قالوا اه مادام صفقوا عليك وفي التورناج معناتها انت راك معناتها البيرسوناج باش يموت، والا ما تعملت لنا سبويل ما تعرفنا اللي انت راهو معناتها لي سيكونس ما يتصوروش في اللوغدر، معناتها تنجم تكون هذيك السيكونس تتعدى في وسط حلقه ولا حاجه هكا. دوك ما وهذه في اللوردر خاطر تصور تو ماني في اللوردر مش في الحلقه الاولانيه في الحلقات الاخرانيه جات خو جو وتتعدى غدو ما عندها حتى علاقه بالبيرسوناج باش يصير مش ديكور هذيك دوك هكا ولا هكا. يلا قول ما نسبحوا على خالد ونجيب، خلينا نمشيوا للا فوتره فيك مع ألفا ونرجعوا اتوسي بحسح فيق وخليك برانشي مع فيقين سبيسيال رمضان على اي اف ام احلى راديو. صح وفي قد نهارك معنا صباح الخير مرة أخرى للعبيد اللي خطوا علينا الكل. خلود صباح النور. صباح الخير بابا، الحمد لله ليك تفكرتني صباح الخير. ما هو اسمعني ما هو نرجع للموضوع نحترم الأوقات. أي طبعا أي تصبيح وفما وقت للنفوترة فيك وفما وقت للأخبار طبعا طبعا وفما وقت للزرير. أعمل اللي تحب، ما هو اليوم الحلقة الأخيرة في الفوندو، أعمل اللي تحب ان شاء الله نعديو ساعتين ونص بهنا اليوم بالخير ولا خير اليوم الحلقه ساعتين ونص ساعتين تسعه ساعتين اما ديما نستنى خاطر نخدم بعد الميسيون انت ساعه ونص خاطر بديت ورا ان شاء الله نعديو ساعه ونص ما تخلط النجيب ساعه وربع سافا انت شنو امورك مريقله الحمد لله يا رب. ايش لك شو عملت في العبيد امبارح؟ شو عملت؟ بربي شو اسالك سؤال سامحوني باش نبدا هنا البير خاطر ليكيب تاعك ما تفرجش في فوق دونك كنا وياك فاهمين بعض. لا اما لسان لا تفرجت في السين الاخرى باش نتفرج. لا السين الاولى، السين الاولى اهم السين الاخرى. اللي يتفرج يعرف على شنو نحكي. كي علم اللي هو مريض وباش يموت قلت لي انا باش تسد ودني خاطر اي ما يسالش على غالب اللي عينه يتفرج اللي عينه يتفرج في الوقت اللي الغالب سمحوني اللي يسمعوا فينا توا في القبر في القبر خاطر معناها اسمع اللي هو باش يموت يا اخي باش تكى في القبر وجاوه الاولاد. كيف انت تفرجت فيه وكيفاش خاصه الوالده نصور العيله كيفاش عاشتها الحكايه؟ والله البارح شقيت الفطر في مع باب امي في دارنا ووقتها انا ما اتوندونيك نعرف انا شنو باش يصير ونعرف كونتينيتي نتاع لي سيكونس وكل دونك سبقت مشيت بجنب التلفزه ما تبعت شويه على الطاوله نتاع الماكله وقت بدي السيكونس. ما حضرتهمش معناها؟ لا ما حضرتهمش. من بعد حسيلو وقت بتاع دي السيكونس هذيك نسمع في امي من تيري ترشقت بالبكاء. هو ما حضرش، هما حضروا. لا انا معناتها جوست ما حضرتهمش معناها. لا ما حضرتهمش وما في ما يعرفوش معناتها ما نحكي لهم حتى شيء بشكيك نخلي لهم الفرجه معناتها كيما العباد سقمتهم معناها. دونك دوكو وقت تعديل السيكونس هذيك نسمع في امي ترشقت بالبكاء ويظهر معناتها نعرف اللي فما برشا مساجات تاع عباد جاو راهو البارح بكينا وكل ما نتخيل ما فما حتى واحد بكى قد ما امي البارح. حسيت رسات لي مشيت بجنبها وقعدت شددها من يدها وهي هاني موجود تاع راهو هاني موجود وحسيت اما كيس حكيت عدت مثلا الحلقه كامله لطف 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 اسمع 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 على ودي اسمع على ودي خلينا نسمع شوي اوتوكا ما نتخيل معناتها صعيبه بالنسبه لها وهي بالنسبه معناتها العبيد فما عبيد بكي وكل دونك الام سي توتا في نورمال كنت تتمس خاطر تحب ولا تكره عرفتك باللي تعرف تمثيل وكل شيء لازم تعمل ما خممتش بتقول لها ما تفرجش اليوم؟ لا خاطر كمان معناتها مش صغيره فما ديسونسيسيون تعرف وتفهم مي بون وقتها شغل كو تمسها الحكايات وجعها
كيف ما كيف ما اي ام تخيل كان تشوف هو نجيب بكي البارح لا اما نجيب حكينا قبيله قال لك المدام خلينا معكم عندك عندك نص انا في انا 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 مش نسيتك نجيب صباح النور يا نجيب صباح الفل احترازي الكبير وهذه محاباه لفرنسا تبدا بالمتفرنسيين وتخلي التوانسة ما صبحش أنا معاك ساعة كان بعد ساعة وربع كان بعد ساعة وربع أنا أقول لك نضال بالحق رجع أمورك شاوزر اللي انتي سوريتك شا عندها ساعة شوفوا كدرابو هولندا قولوا سربيا ونعبر على احترازي وين فما إمكانية نقرب مش نعمل لايحة بتاع قريب على اللي يعمل فيه نضال لانه بعد ساعه واربع يقول لي صباح الخير انت اخر وصلنا للقايله تو اخي خلود زيد شويه يقول لك صح شريف صح شريف صباح الخير يا ربي العمل عليك وشده فيك صباح الخير يا توينسه البارح نتعشى والسنه اللي عملها نضال ربي يهديك العشاء ولا مرات فهمني ولا مرمه مشاو البريك محروق ودخل الدنيا في عيد فهمني ولا البريك محروق هذا قبل المسلسل تبعت في مساج انت هي ما هو ديما البريك مع المسلسل بالضبط لانه سيب الفيري ما يخليكش ما انت ماكش باش تعطيها حق الملح باش تعطيها حق الغرز ولا انا نعطيها حتى ما تطيبش لان نحن في سبرنا نخافوا من نساوينا ايش علاش علاش كيف سيبرك في سيبرك كلنا كله مع تخرين يكونوا واضحين انا نحكي ما نعرفش مراد الصغير يعني تحكي لي اسمع ساعتك دوس على مراد الصغير كي جا الصباح خاطر مراد زاد تفرج في السين قال لي انت مش تقدم كي ما ريتكش قلت والله ما مريتش مريت سيب الزل لكن ما ريتش الكرهبه قلت مازال متاثر نفسانيا ما نجمش يجي اليوم شد الدار انا اصبحت شيخ الصباح بعد ما سمعت كتاب الرئيس ولبى نداء حاتم بالحاج لتوحيد النقابات وباش يعملوا الاتحاد العام لقوات الامن الداخلي يعني يرد بين وشي قوي بعدها عاتب بالحاج اقترح والرئيس يجيب اقترح لي رخصونا في الصمصة رخصونا في الصمصة غالية الصمصة نعملوا دريج نعملوا دريج امشي تقعدوا تابل كل واحد على شنو يحب يحكينا على الفرجة متاع البارح كيما نحكينا الفرجة والبكاء هذاك تعدي انا تفرجت البارح معناها في في دويل قوي في دويل ما بين معناها تحكي على ديبا ماكرون لوبين لا نحكي على ارسنال تشيلسي ارسنال عملتها ارسنال فينا عملتها ارسنال والله معناها الشامبيونا انجلي معناها السسبانس في الطلوع في الهبوط في الوسط في اللي تحب انت وبالحق معناها تتفرج في الشامبيونا انجلي وعطي نتيجه خاطر برشا ما تفرجوش 4-2 تتفرج في في ارسنال على التيران تشيلسي يجي يقول تكلم في بلاصه اسمع الكترا نيفو نتاع الماتشات الاخرانيين في الشامبيونا الكل الكوب دو موند جو بونس كان يقعدوا على الريتم هذايا النيفو قوي خاطر الكوب دو موند السنه ما تجيش بعد السيزون نتفكروا في برشا دي كوب دو موند لي جوور بعد ساعات تفرج في زيدان تقول وينو زيدان متاع وسط العام وكل خاطر يخلطوا بعد 50 وفو بعد ساعات اللي يترشحوا حتى اللي فينال ويوصلوا حتى 60 ماتش معناها باخ سيزون مش كيف ما أول سيزون كيف ما آخر سيزون صحيح دونك هما باش يرتاحوا في الصيف وباش يرجعوا ديبيت سيزون عام الجاي في اللي شامبيونا لكن النيفو قوي 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 معناها عمري مريت نيفو برسك بارفي معني ما تراش جوور يعطي باس باس غالطة بونتو فما حاجة فما حاجة فما حاجة فارقة كانت على خاطر عندهم براتيكمون عام ونص ولا عامين عادوا سيزون ونص يلعبوا من غير جمهور الرجعة نتاع الكرة بالجمهور عملت اون سيزون خارقة العادة على كل مستوى ومش كان في الشامبيونا انا هذه الغمق اللي حبيت نزيدها مش كان في الشامبيونا انجليا كهو في الشامبيونا الاسبانيول زيدا قاعدين نشوفوا معناتها النيفو طلع ريال 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 بطبيعه امام الحقيقه اصلا قاعدين نشوفوا في كوره مزيانه مزيانه تكنيكمون جو بونس فما جينيراسيون جديده نتاع جوارات اللي كانوا يلعبوا عندهم 20 سنه تو كي تشوف ارسنال البارح ارتيتا كي تشوف معناها توخيل كي تشوف معناها سي اون جينيراسيون جديده وكان لاحظتوش اللي كانوا جوارات قبل في ليزيكيب
متاعهم وقت يرجعوا دي زونترينور يبدا يعرف شويه الواحد وحتى الجمهور يكون متسامح معاه. مالوغوزمون انا جي لامبريسيون قولوا لي كان سي فوز داكور كان موافقيني اما جي لامبريسيون كو في الكوب دو موند معناتها ما فماش بالحق دي سوربريز باش يكونوا فما دي سوربريز على خاطر لي فافوري هذوك هما بيدهم واللي معناتها ما همش فافوري كيف كيف هذوك هما بيدهم معناتها جو بونس با كون با افوار دي سوربريز في الكوب دو موند فما باش تكون اخر كوب دو موند الجيل زاد راه ما نساوش معناتها نحكي لك ليزيكيب القويين قويين بالحق ماذا كي نحكيو توا على فرنسا فرنسا فافوري وبعيد فما المانيا فيها شكوك حتى البرازيل حتى البرازيل فيه عليه البرازيل الحالي ماهوش مش فما برشا نقاط استفهام على نيمار ما عندكش جيل واو في البرازيل مش نيمار نتصور انا المفاجاه البرازيل في الكوب دي موند مش فينيسيوس مش نيمار لا ايه ما هو الفريق مرتكز على نيمار كان يرتكز على نيمار مش باش يعمل الكوب دي موند هذاك اش قاعد نقول لك قاعد ان بوين د انتروغاسيون نيمار في مع ليكيب ناسيونال الا توجور ايتي بون لي بليسور قلقوه اما كي بداو ما فماش دي بليسور راهو نيمار معناتها مع مع البرازيل سي الكوب دي موند الاخرانيه عدى وقته يكربس والكوب دي موند تاع البرازيل زيد الكوب دي موند معناها لي دو ديرنيير كوب دي موند نيمار ما قامش بالواجب معناها كان فوق المتوسط معناها فما نقاط استفهام في الكوب دي موند هذه مراد على شنو تفرجت البارح؟ انا بطبيعه الحال تفرجت على الحوار التلفزي دوزيام تور ما بين ايمانويل ماكرون ومارين لوبين الزوز اللي قعدوا مترشحين اذا للدور الثاني بعد الدور الاول اللي تم 10 ايام التالي. هذه لحظه مهمه جدا في الديمقراطيه الفرنسويه، عندها رمزيه كبيره، عندها تقاليد زاده توري وانه التلفزه والاتصال ولاو حاجه مهمه جدا ولاو جزء من السياسه. معناها ما تنجمش تعمل سياسه اذا كان ما عندكش سياسه اتصاليه. والديبا نتاع البارح يذولي ما خرجش على المالوف، ما كانش ديبا فيه عرك كبير، ما كانش ديبا فيه تشنج، ويبدو لي وانه نجم نقوله بكل موضوعيه وانه ماكرون كان اقوى بارشا من 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 جون من مارين لوبين جون ماري جيت نقول من مارين لوبين اللي اختارت اون استراتيجي من الاول هي كانت اعلنت عليه الاولاد تاع ديجيتال هذوما تصاور تاع 2017 دونك هذيا نعاود نشوفوا تصويره اخرى لوليد تاع 2022 خاطر ماكرون اونتر تون شعره بياض ليه مش شعره بياض المهم تشوف في مارين لوبين ومارين ماكرون شعره بياض شعره بياض دونك تو نرجعوا عليه نخليوا الاخبار ترجع عليه بالتفصيل يلا نمشيو تو سويت اف ام اكسبريس وانا راجعين يلا اديو فقت ولا مازل صح وابدا نهارك مع فايقين سبيسيال رمضان على إيفام أحلى راديو. السبعة واثنين وثلاثين دقيقة مازلنا مواصلين معاكم. من مقبل نحب نحكيو على جات أسيورانس. جات أسيورانس حابت تدل الحرفاء اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتيف لمدة 5 سنين وأكثر وتهديلهم كارت كاربيرون أجيليس بقيمة 500 دينار. دونك تابعونا بعد أخبار الرياضة باش نتعرفوا مع بعضنا على شكون سعيد الحظ ولا سعيدة الحظ اللي ممكن يشيب دنهار ولا بشيب دنهارها بالربح مع جات أسيورانس. نواصلوا الأولاد ونبدأوا في الأخبار بتاعنا. خلينا تو سويت نبدأوا في 24 كرونو يلا 24 heures chrono مع اخر الاخبار بخصوص السفينه اكزيلو اللي غرقت في خليج يابس. تخوف كبير من التسريبات اللي تنجم تصير، ومن نهارين وزيره البيئه قالت انه تجاوزنا الخطر بنسبه 90%. البارح المحكمه الابتدائيه في يابس قررت تحجير السفر على طاقم السفينه لمده 15 يوم قابله للتجديد. رايكم؟ خلينا نبدا معك يا مراد. يظهر لي حسب التصريحات الاخيره اليوم سمعت كذلك الملازم المهتم بالقضيه في الحمايه المدنيه يبدو لنا الكل، مش يبدو لي انا مش راي شخصي، انه مرحله الخطر هربنا منها توا فما تقنيه معينه باش يخرج للريزيرفوار نتاع السفينه اللي هي للتذكير هي راهي ماهيش بترولية، هي نقلت بضايع. معناها احنا كلنا مشينا من الاول في فكرة انه استن بترولية ماهوش ما يسمى بالاويل تانكر، هي نقلت بضايع. دونك يبدو وانه المسألة تحت السيطرة في انتظار انه يتحل ملف اخر واللي هو ملف مهم ياسر اللي هو ملف التعويض من بعد من تونس وملف جبر الضرر بلوتو مش تعويض، معناها اشكال اللي باش تشكي بها تونس اللي هذاك ملف تقني وقانوني وتو كان مره لقى وقت نحكيو فيه. فما دي دوماجمون ينجموا اما راهو هذه قضايا تنجم تقعد هاو اللي قراو قانون يعرفوا احنا كي تبدا جوريسبرودونس يقول لك الاكسيدون صار عام 1999 والمحكمه
ولا الهيئه التحكيميه حكمت بعد 10 سنين نجيب لي لي دي دو مجموع هما حتى قديش نجموا يوصلوا يوصلوا مثلا. ينجموا بالاجل اجل ينجموا يضربوا 20 فصيل مو معناتها يوصلوا فلوس على وين انا نحكي قديش نجموا هذيك فما اسمع فما مباريات في التلوث الجديد في القضيه هذه هي تحجير السفر تحجير السفر رابار تحجير السفر على طاقم السفينه معناتها بدايه تهمه معناتها لانه هي الغرق بما يعني توجه المحكمه بفعل فاعل وحسب المعلومات اللي عندنا اللي وكيل جمهوريه جابس حجر السفر على طاقم السفينه بطلب من المدير الشؤون القانونيه لوزاره البيئه معناتها وزاره البيئه هي اللي طلبت وكاله البيئه والمحيط هي اللي طلبت تحجير السفر لان في تصورها وحسب المعطيات الأولية اللي السفينة غرقوها بفعل فاعل معناتها ما غرقتش وحدها وعديد المعطيات الغالطة من الأول هي كانت في دمياط هي كانت في مصر ثم تحكي أنه السفينة جت من ميناء دمياط دوك دمياط أما قالوا البارح قالوا البارح ميناء دمياط يقول أنه السفينة ما دخلتلوش وما خرجتش منه أصلا ما بالضبط عند معطيات متضاربة في العملية هذه والسفينة هذه تبدل في الأوراق بتاعها وفي خط سيرها معناتها لحظة بلحظة معناتها حتى كي نقضوهم كي نقضوا البحارة الورقة بتاع التحرك بتاع السفينة قالوا ما لقيناهاش البحارة معناتها كيفاش نجم نقولوا مثلا اللي هي خرجت من دمياط ومن بعد دمياط يقولوا لي ما خرجتش منها معناتها مانيش نحكيوا على موتور من غير أوراق معناتها نحكيوا على هذه هي سفينة من غير أوراق هي عمليا سفينة من غير أوراق هي مانيش نحكيوا على سكوتور صغير يمشي من لهنا زاد غلطة كيفاش هي دخلت وكيفاش سمحوا لها باش تدخل وهي في العمر هذاك وكيفاش يثبتوا معناتها فما برشا وضعيات يلزم ساعة نحاسبوا المتسبب باش السفينة هذيك وصلت لميناء جابس كيفاش وصلت لميناء جابس وعلى أي أساس وصلت لميناء جابس يلزم لهنا هيك وضعيتها قانونية يلزم كان جات وضعيتها قانونية ريما رقدش والوضعية مش هك دخلت هي الميناء جابس باش تصلح طلبت عندها تصليح لا لا دخلت الميناء جابس طلبت الإغاثة طلبت كيف الإغاثة كيف. مش في قانون البحر من الأول بعديش عاودت خرجت من ميناء جابس هذه الروايات حتى هذه الروايات اللي قاعدة هنا فما حاجتين مهمين عندك نحن يساعدنا يكون أكسيدون تونس خاطر فما أسيرونس باش تخلص بروسيدور متاع أسيرونس كما صار في فسفس دونك نحن نجمو نخلصو في 4-5 سنين ناخذو تعويض اي ما حد كي تبدا اسيرونس تعويض على شنو يا حد فما اوراق غرقوا قالوا هما في وسط السفينه كان يطلع فما نيميرو شاسي كان يطلع هما سون ديبارسي من السفينه معناها ولا فما مشكله كيما واحد عنده اسيرونس يمشي يحرق كرابته ويقول هذاك كان بيصير في هذاك معناها فما البعد الاجرامي الحكايه تنجم تقعد 20 سنين دونك نحن يساعدنا تطلع حاجة توجه بتاع محكمة جابس بتحجير السفر على طاقم السفينة ماشي التوجه إيه من بعد فما محكمة دولية ليه بعديش فما محكمة دولية فما نخبي تخرج يكون خاطر في القانون البحري فما حاجات مش كما القانون البري دونك كان معناها الملخص حسب معرفتي كونه كان باش راهي بفعل فعل باش يوقع اونكيت وكونتر اونكيت باش تعدى معناها باش تطويل الحكايه خاطر بعد يلزمك تثبت سوء النيه والحسنيه اللي تنجم تدوم برشا كان هي ان اكسيدون ولا اون بان ولا حاجه تصير كل شيء وقتها تولي الفيزافي نتاع الدوله هو الاسيرونس اللي بحسب كميه التلوث المياه باش تتحدد حتى باش يقيموا كل شيء حتى كان هو اكسيدون الاسيرونس باش تقول ليه المعلومات هذوما وقتاش نجموا ناخذوهم غير وستاندو سي تري تكنيك معناها بصراحه معناها راهو لي دوسيي هذوما سي تري تكنيك اولا لا ماتيير تري تكنيك وثانيا بار ديفينيسيون معناها قلت لكم من غير ما ندخلوا في درس تاع قانون هذا يدخل فيه معناها تنازع ما بين ما يسمى القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام على خاطر القانون الدولي الخاص كي تبدا فيه شركات الباتو هذا ملك على شركه والقانون الدولي العام لانه كل ما يخص المياه الاقليميه والمياه الدوليه وكل هي علاقات ما بين دول ممكن فرضية ما عنديش معلومة من فرضية تنجم حتى تونس تهم دولة من الدول وأنه ما تنجم تكون مصر تنجم تكون تركيا تنجم تكون ليبيا اللي خليت الأقرب تركيا لأن الشركة تركية تنجم تتهم دبلوماسيا تنجم تتهم كانت تطلع مصر وكانت تطلع تركيا يتم عويم دوسي ما يزجت دبلوماسيا في الخطوة اللي في العالم كله هانو ينجموا يحكيوا عليها الجديد وين هو
اللي أم تقريبا من أول مرة اللي طاقم السفينة يتحجر عليه السفر ما عندها فما تهمة يعني فما استنتاج ما فما استنتاج معناتها فما جريمة وفعل فعل السفينة ذي غرقت معناتها والسفن من نوع هذا راهو تنجم السفينة تكون ماهي معناها عندها دراب وبافيون تسمى بافيون غريك بافيون كومبليزونس وهي تبدا معناها ملك شركة يونانية والطاقم عالم غينيا الاستوائية بلدان ما في الحكاية أخي هي السفينة عالم غينيا الاستوائية والشركة التركية برشا ذيك بورت بريسك عادي بريسك عادي في البحر باه نتعديو اتوكا يبدو نجمو نعطيو عدد فوق المعدل بالنسبة للسلطات التونسية إلى حد الآن في تعاملها مع الحادثة ذي أولا على مستوى الشفافية والاتصال يبدو الاتصال مقبول من طرف وزير النقل ومن طرف سلطات جهوية في جيبس وكذلك أنه معناها قضائيا وحتى تقنيا تقريبا يبدو أنه قاعدين نعملوا في اللي يلزموا يتعمل أبار سيد مش نحكيه عليهم بعض اللي في الترندينج اللي مهبطين ويعوم في البرد في يذكى الفولكلور التونسي معك يذكى باش نمشيو لخبر اخر حكينا عليه شويه قبيله باش نرجعوا على الديبا ما بين ايمانويل ماكرون ومارين لوبين كيما قلت لكم قبيله تحكي على الحبيب بورقيبه خلينا نسمعوا شنو تقال بالضبط. Je sais que vous avez parfois convoqué des figures historiques à tort. Très Bourguiba devenu algérien. Oui, vous vouliez faire la guerre avec M. Poutine. Donc ça peut arriver d'avoir la langue qui fourche. Ne vous abaissez pas à ça. Non, c'est en réalité, au demeurant, même pour Bourguiba en Tunisie, c'est faux. Non, c'est vrai. Non, c'est faux. Il l'interdit à l'école, comme en France. Il l'interdit à l'école. C'était vrai. Et il avait des discours. Et vous ne changerez pas la société. Il avait des discours beaucoup plus fermes que vous sur ce sujet. J'ai un discours très ferme. يحكيوا على الفوال يحكيوا على الفوال ايمانويل ماكرون صلح لها وقال لها انت بون غلطت قلت بورقيبه من الجزائر قالت له قال لها وحتى كان جيت على تونس راهو هو ما منعش الحجاب في الشارع منعه في المدرسه كان في المدرسه كيما عندنا نحن في فرنسا اي بون احنا زاد وقت لا وقت بن علي راه تمنع في الاداره تمنع في اما في الشارع لا معناه في لي زوندرو بوبليك كانوا يلبسوا معناه ما عنيش لا فما تضييق معناتها تضييق معناه تضييق معناها كيما توا يضيقوا على المدونين معناه تضييق بطل بن علي وقت حكايه التضييق لانه المحكمه الاداريه صارت قضيه وصار فقه قضاء تاع المحكمه الاداريه يبدو لي 2007 ولا 2006 اللي قالوا انه ما تنجمش تمنع موظفة وأنه تلبس الحجاب وهما غديكا معناها توا زوز حرب بيناتهم على النومبر دو فوال شكون باش يجيب أكثر نومبر دو فوال جولي 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 فوت فوت فوال خالد ما فماش حطني في فرنسا انتير ما ضحكش خالد وإذا كنت تكون فهمتها وضحك فأنه أنا شو مستهدف حاتم بالحجم البارح بالعكس أنا أنا ضحك أنا خالد ما ضحكش انتقل الراجل معليش مستهدف حاتم بالحجم البارح En tout cas, on t'abord et on va voir ce qui se passe. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Mourad, c'est que sur une de la modèle, il y a un peu de français. Marine Le Pen, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de كمام وي معناها وسائل الاعلام الفرنسيه الكل احنا كتوينس حبيب بورقيبه شيخو عليها لا شيخو عليها لا لا بلغتنا العاميه معناها دوره لها كمام خاطر كمام غلطه كبيره زلعة. وهو النقطه بارايور معناها سياسيا حكيت الحجاب في الفضاء العام هي النقطه الوحيده اللي فيها خرجت مارين لوبين على كنوع نتاع البعد المسالم الصوره المسالمه اللي حابه تحطها روحها معناها اللي ولات ليس وما عادش عندها اشكال عنصري وكل في حكايه الفوال دون ليسباس بوبليك كشرت كيف ما يقولوا على انيابها ورات وانه مازال عندك الفكره هذيك اللي هي فكره تناقش وللتذكير كما قال ماكرون معناها وان كان تونس معناها بلاد متقدمه جدا 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 في حقوق المراه فانه بورقيبه حاول في حركه رمزيه ونحى السفسيري هو هذيك هي الحاجه اللي تنسيت في وقت من الاوقات بورقيبه نزع السفسيري على عنسي لكن في حركه رمزيه مش يعمل قانون بالشمرات تبدا تحوز في البارك لابسه حجاب يجي شرطي يعمل لها خطيه هذاك اش حاب تعمل وهذاك اش تحب تعمل مش حاب تعمل هذاك مشروحها معناها فما نقطه ثانيه زاد مهمه هي المهاجرين اللي حكى عليها اللي حكيت عليها لوبان اللي اكثر محكوم اكثر من 6 شهور باش ترجعوا البلدان الاصل وماكرون كي رد عليها قالها بالمفاوضات ولهنا نرجعوا لك النائب الكرباعي مجدي الكرباعي اللي خلى الترحيل بتاع التوانسه جاء بموافقة الدولة التونسية البارح ماكرون قال ما نجموش نرجعوا العباد غصبا عنهم يلزم الدول بتاعهم نتفاهموا معاهم ورجعوهم بإرادة الدول بتاعهم
وذكروا أنه فرنسا صعبت ياسر الفيزا واللي ولات إشكال كبير كبير بالنسبة لعدة توينسا كسوا فرنسا ولا ألمانيا ولا بلدان أخرين. هذا داخل في إطار الحملة الانتخابية. وفما زاد أليان ما بين لفيت أنه الفيزا صعبوا ولفيت أنه الكونسولا ساعات ما يكونوش كوبيراتيف بارابور لزيميغري اللي يكونوا ماتريين. يعني فرنسا وقت تطرد والمغرب وقت فرنسا تطرد واحد الكونسولا ما كانوش كوبيراتيف وقتها رجعوا قالوا احنا باش نصعبوا الفيزا. وفما دايوغ حاجة أخرى مهمة وختيرة ما تلقاها في مارين لوبان مش في إيمانويل ماكرون. تلقى مارين لوبان زيمور مونتوبور وبرشا أخرين مونتبوغ ما تقدمش قلت مونتبوغ لا 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 دوبونيو دونك اللي هي قال لك معناتها لي كونسولا اللي هما ماهمش كوبيراتيف كيفاش ينجموا يتصرفوا معاهم. قال لك يوليو يزانترديز لي ترونسفير دارجون على ويستر مينيون ما ينجموش يعملوا قرار غير دستوري ما ينجموش يعملوا. هو راهو هو 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 حكايه معقده وحتى بالنسبه لتونس هي تطرح اشكال لانه لا من صحيح مونتبوغ هو اللي اقترحها مونتبوغ اللي اقترحها لا للتوضيح بركه هذه مساله فلسفيه وقانونيه وسياسيه مطروحه في العشر سنين الاخيره حتى في اخر عوام بن علي. تونس تقول لك انا خويا انت عندك مهاجر وصل الارض نتاعك انا ما عادش نعاود ناخذه وتزيروا المغرب كيف كيف اللي هو فيه وعليه معناه موقف إيه فيه وعليه اما ما نظنش ما تسيبه بوريان اللي هما اللي هو ما تقول لك معناتها لي كونسولا اللي هما ماهمش كوبيراتيف ما عاونونيش باش نرجعوا لي بي هو مش لي كونسولا هو قرار سياسي من الدول اللي مالهاش هو ما تقولش ثبت من حاجه كان عندكم معلوم يا اخي تونس مسحها على الـ الـ على الاتفاق نتاع انها تقبل المهاجرين هو فما ممارسه وقت تجي فرنسا تقول لك هذا سون بابي عطيني الباسبور نتاعو باش نرجعه لك. هو الراجل ساعات يكون حرق لي 10 سنين هاي. الممارسه في تونس انت والاهواء السياسي مثلا بيجي قايد سبسي كان يستعملها كورقه ولكنها ورقه قانونيا فيها وعليها لانه ياخذ القانون وياخذ عليها فلوس يا اخي الفيديو اللي هبطها جوستومون مجدي الكربيعي البارح في البرلمان في البرلمان الايطالي في البرلمان الايطالي شنو مجدي يقول وانه تونس صحت حتى في البرلمان يقول انه فيها وعليها وصلنا الاتفاق مع الدولة التونسية انه نرجعوا لهم المهاجرين فوالا الحراقة نتاعهم كي نشدوهم. دايور فما برشا حراقة يقول لك احنا كي نبداو مثلا جروب ماليين وتوانسة وجزائريين وليبيا ومغاربة ودرا شنو كي يشدونا الكلهم يمنعوا كان التوانسة التوانسة يشدوهم ويرجعوهم على خاطر فما اتفاق مع تونس انه تقبل المهاجرين كاين عليها شهرين ثلاثه هذه تونس ولت جديده راهي علاش الحرق علاش سميناها الحرق راه هو دوبا ما يخرج يحرق الباسبور بتاعه معناتها ما عادش عنده انتماء اصلا معناتها. ومن المفروض زاد الدوله التونسيه تلعب مفاوضات اقوى من هذا حتى تاع لانه علاش مانيش نحنا زاد سوجيكات باش نعزلها على الحدود بتاع اوروبا لان هي هذيك مش سوجيكات بالعكس هذيك نورمال تستعملها كوذا ورقه الضغط هي معقده مش سهله. اوتوكا نسكروا الموضوع بتاع الانتخابات في فرنسا نمشيو تو سويت لنا في ترافيك وعدوا متبرشين معنا هنا راجعين تو سويت يلا شلفي باور ارجع حفيق وخليك برانشي مع فايقين سبيسيال رمضان على EFM أحلى راديو. السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مازلنا مواصلين في الأخبار بتاعنا. في المدة الأخرى حكينا برشا مرات على المواعيد الانتخابية حكينا زيد على تنقيح القانون الانتخابي وتغيير تركيبة ليزي اللي كان حكي عليهم رئيس الجمهورية البارح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون كان حاضر في موزايك فهم وحكي على جاهزية الهيئة للاستفتاء. نبيل بافون قال ليزي عاجزة تخرج كالندغيه نتاع الاستفتاء وطلب انه يتم اصدار امر ولا اي حاجه توثق تاريخ الاستفتاء باش ليزي تنجم تهبط الكالندغيه نتاعها. نبدا معك انت حال شنو يفيد الكلام اللي قالوا بافون لن استقيل وفين نروح الرئيس يعمل على كيفه عنده معدل وهو الوحيد لاول الدستور واول كل شيء حسب الفصل 80 مش على كيف لا على كيف الفصل 80 هو ديجا على كيف كيف معناها فهمت يفلح سيد رئيس اللي يقول فيه لا هو يقلل من شأنه لا عمل موحش معناها ذيك الواقع متاعنا
عنده يتصرف كما يحب. إيه وقال حاجاتي خلينا مثلا نتسألوا مثلا النقطة يقول لك كالندري بخلاف حكي على استقبال رئيس النائب نتاعو وقال أنا رخصت نورما مو الرئيس يستقبل رئيس الهيئة مش النائب والنائب عليه مشي جوستومون بخلاف النائب عليه مشي علاش الرئيس يستقبل النائب مش ليه طبيعي الرئيس عنده ما عنده موقف من يودي فأنا بليت نعرف والرئيس تقولش عليه معاشر وعندي برشا إذا عنده مشكلة مع واحد يحط في قلبه الرئيس كالجمل خليه لك لازم يستقبلك يحط بافيت يفرح بيه كل شيء ما حطت حاجة في تو العركة تو نحن عركة بتاعشنا إيديولوجية عركة بين رشد الغرنوشي اللي تجاوز صلاحياته مثلا وقت اللي من الأول عمل لروحه يقابل في بتاع ليبيا وفهمت عمل روحه ماخذ من صلاحية رئيس شد هيلو في قلبه ونحكي لك بكل بساطة نبسطوا للشيء بافون ولا الليزي إذا عايت للنائب رئيس كان نجم يرجع موراس هو النائب رئيس بتاع الليزي يقول له سيد الرئيس راني أنا كان جيت بصيفتي راو عندي رئيسي تستقبلنا هيئة كل أما مشيولو نجيب عليش مثلا رئيس يستقبل النائب وموش رئيس الهيئة لأنه نابل بافون رئيس الهيئة العهدة بتاعه فات قانونيا العهده بتاعو فات بتاعو فات معاه لا لا مو فاتش معاه لانه الرئيس هو التوفى بعد مده وحيده حسب القانون المنظم للهيئه العليا المستقله للانتخابات والثلثين يتم تغييرهما اوتوماتيكمون بالقرعه وبالانتخاب فما شكون بالقرعه فما شكون بالانتخاب نبيل بافون لانه من اللي تاسست الهيئه العليا المستقله للانتخابات عندنا 10 سنوات هو موجود في المكتب على بتاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خدم مع كامل الجندوبي خدم مع اللي بعد كامل الجندوبي واللي وهو ولا رئيس ليزي نبيل بافون يقول لك انا ما نستقيلش وكان تحب نحيني نحيني لمزيد تعكير الوضع العام و معناتها وضع شك في عملية الاستفتاء نقول له انا نبيل بافون وانت تعرف قوانين الانتخابات اكثر مني نتصوره اذا كان عندك حسن النية قبل بشهرين يهبط قانون وأمر الاستفتاء والشهرين مازال لأنه هو الاستفتاء 25 جويلية مما عليه نبيل بافون يعمل في حاجة زايدة دفاعا على ذاته ويصطف إلى جانب اللي يحبوا يعمل حكومة المهجر وبرلمان المهجر معنا. هو قال لا مش مسموح للرئيس ما ورثوا الانتخابات نبيل بافون بس أنا خلينا نرجع على الكلام اللي كان يقول فيه نجيب هو نبيل بافون قال مش مسموح للرئيس أنه يبدل شخص واحد في تركيبة لها أو يبدو أنه الرئيس الجمهورية ما هوش راضي على الأداء متاعي ينجم يبدلني أنا ويخلي أعضاء الهيئة يختموا على رواحهم ويعين رئيس منهم مهم كمان نذكره أنه الفوضى الحالية اللي سايرة في هيئة الانتخابات في الليزي كيما غياب المحكمة الدستورية هذا الكل السبب متاعه هو تخاذل مجلس نواب الشعب في 2014 وفي 2019 وما خاصة 2014 في 2014 هذاك بالنسبة للمحكمة الدستورية 2019 ومن بعد الزوز راهو شوف علاش نجموا ننتقدوا رئيس الجمهورية وانتقدناه لكن الطبقة السياسية واللي حكمت ما بين 2014 و 2021 عملت كل ما تنجم تعمله باش ما تقومش بواجبها وباش تخلي لنا مؤسسات مهترئة مؤسسات مهرودة ما عادش فيها حتى شيء الكلها منتهية الصلوحية اللي زي كاني منتهية الصلوحية على خاطر مجلس النواب ما كملش يصوت على الأعضاء متاعها الهيكة نفس الشيء المحكمة الدستورية هذيك فضيحة كبيرة نعاني منها حتى التوجيه يقولوا بعد الرئيس هو أول دستوري انتخبتوها المحكمة الدستورية في وقت جيتكم الفرصة أكثر من مرة وما تقبل دونك زيدا معناها نحدوا مسؤولية العباد في التاريخ اللي يستاهلوا صحيح ولا هي للبلاد هي مش مسألة شخصية هما بيرجع العقل هما للتاريخ والله يسلمك انا نقرا التاريخ يعطيك الصحة مراد والله بالحق نجم ياخذ سيرتيفيكا وطني صادق لا بالحق يجيكم تنسيقية في بن عروس ما تكونش موضوعي كمن هكا هنا ديما موضوعي دائما موضوعي موضوعي بالحق لا موضوعي بل عندك أجندة تخدم فيها لا ما عندي حتى أجندة بتاعنا الوطني به السبعة وتسعة وخمسين دقيقة اللغة المضروبة ديجا بضحكوا لا بخلتنا لآخر ساعة الأولى وقيت باش نمشيو للميتيو والأخبار سبور ونرجعو لكم أتو تسويت يلا باش يكون الفطار اليوم في مدينة جندوبة وين تسمو إيافام على 97